بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة تبدأ الحكاية وتنطلق القصة الكروية المصرية والمشاركة الثانية لمنتخب مصر في مونديال إيطاليا 90. الآن تدق ساعة الحقيقة مشاهدينا، ومنتخب مصر منتخب الفراعنة يواجه منتخب هولندا المتوج بلقب بطل أوروبا. ضربة البداية مشاهدينا انطلقت على بركة الله، والكل الليلة ينتظر المصريين وكتابة التاريخ في أول اللقاءات بقيادة الجنرال الكابتن محمود الجهري. تمرير وتحرك من الجبهة اليسرى، فان تيجلين بيمرر في قلب الملعب عند اللاعب جان فوترز. ادي كرة مرة تانية ولكن بيطلع اسماعيل وتسديدة، ولكن بجوار القائم الايمن في تجديدة من اللاعب صاحب القميص رقم 6 جان ووترز. احمد شوبير على طول بيمرر، ادي التسديدة ومحاولة للمباختة ومحاولة لفرض السيطرة من منتخب هولندا. كرة وتمرير من مجدي عبد الغني، فرانك ريكارد، رونالد كومان منتخب هولندا. والطريقة، وادي فان بيرج هيعمل ايه، بيغير اتجاهاته ومنتظر التحركات. وادي ريكارد على طول بيسدد بالقدم اليسرى، احد النجوم الكبيرة جدا جدا لمنتخب هولندا المتوج ببطولة اوروبا عام 88. ضربة حرة مباشرة، وهاني رمزي على التنفيذ، والكل متقدم. ادي كرة امامية ولكن على طول في ابعاد من روترز، مرة تانية بتوصل للكاس. وادي تسديدة من احمد الكاس ولكن في المتناول عند الحارس فان بروكلين. مرة تانية رودز، ماركو فان باستن بيغير اتجاه اللعب من اقصى اليسار لاقصى اليمين عند فان ايرل. رونالد كومان بيسلم لفرانك ريكارد، بيغير اتجاه اللعب، فرصة وممكن تبقى كرة عرضية. وادي العرضية والراسية من رود خوليت، نجم نجوم منتخب هولندا والقائد للطواحين الهولندية، واللي بيعلق عليه جماهير هولندا امال كبيرة. اتعملت العرضية والاطوال والارتقاء العالي جدا جدا من اعلى نقطة رود خوليت، ولكن الحمد لله بجوار القائم الايسر لاحمد شوبير. احمد شوبير بيلعب كورة للامام من غير تحضير في اتجاه حسام، لكن فان تيجلين بيعمل ابعاد. مرة تانية الكاس هات وخد مع ابراهيم حسن، يعيني على الترقيصة، بيوسع لنفسه ابراهيم وبيلعب كورة على حدود المنطقة لحسام، بيعمل محطة. وادي احمد الكاس، وادي التسديدة حلوة جدا جدا، ولكن اعلى. وبدأ الجمهور اللي بيتابع اللقاء في ملعب رينزو باريرا في مدينة باليرمو ابتدى يتفاعل مع التسديدات ومع الحلويات المصرية اللي بيقدمها في اول اللقاءات. رمي التماس تلعب على طول من ابراهيم على القائم الاول، ولكن على طول اللاعب فان بيرج. هاني رمزي يدي الاستحواذ لمنتخبنا، حلوة جدا جدا التمرير عند جمال، يقدر جمال وبيعمل مراوغة. وادي التسديدة مرة تانية، ولكن فين يا جمال؟ تسديدة سهلة ولكن حلوة الكرة القطرية، وحلوة التسديدة من جمال ولكن في المتناول عند فان بروكلين. بدأ الريتم يزداد سرعة، وبدأ منتخب هولندا بيحاول يستغل تقدم لاعبتنا للأمام. هجمة بهجمة وفرصة بفرصة، والتعادل السلبي لازال موجود مشاهدينا. ادي كرة مرة تانية لرود خوليت، ولكن قفل عليه ربيع ياسين بكفاءة. وادي الترقيصة الحلوة جدا جدا من جمال، طلع ريكارد برا اللعب، ولكن التسديدة سهلة عند فان بروكلين. مرة تانية تماس ماركو فان باستن اللي بيهرب كتير على الاطراف. ادي كرة مرة تانية في اتجاه رود خوليت، بيهيئها في منتهى الخطورة للهداف
للهداف ماركو فان باستن صاحب هدف التتويج لمنتخب هولندا منتخب طواحين الهولندية. ادي الضربة الراسية والاطوال الفارعة اللي موجودة عند رود خوليت وماركو فان باستن اللي كان عامل تكملة ولكن خدها وان تاتش كورة على الطاير ولكن اعلى من الاتنين متر 44 سنتي. ضربة حرة مباشرة وكالمعتاد رونالد كومان هو اللي هيسدد ودي تسديد عرضية خطيرة ولكن يا ولد يا ولد يا ولد يا شوبير بيعمل التراي وعينه 10/10 على تسديدة أغلى مدافع في العالم رونالد كومان اللي بيطلق تسديدة من نار ولكن شوبير كان ليها دايما بالمرصاد. ركنية لمصلحة منتخب هولندا تتلعب على القائم الأول أدي لمسة ولكن يا ولد يا سلام بيطلع من أعلى نقطة بثبات أحمد شوبير. بداية قوية من منتخب هولندا ودي التسديدة الأرضية جدا جدا ولكن شوبير في الزمان والمكان. أدي رود خوليت أمال كبيرة جدا معقود عليه المرة دي بيعمل تمريرة هات وخد تتهيأ مرة تانية ومحاولة ودي ماركو فان باستن ولكن فين الحمد لله تسديدة ضعيفة جدا جدا ولكن مثلثات ومحاولات لاكتشاف المساحات علشان كده زعلان هشام ياكن عدى وفات ماركو فان باستن وبالقدم اليسرى ولكن هربت منه الى خارج الملعب. مجدي عبد الغني ومنتخبنا بيحضر هجمة اسماعيل يوسف اتضغط عليه تنتقل الهجمة لمصلحة فان بيرد اللاعب اللي بيصمم الهجمات ولكن يا عيني يا رمزي ضغط احمد رمزي وبيعمل تمريرة حلوة عند حسام يسيبها للكاس هيقدم لنا ايه عدى بالمهارة الكاس واحدة والتانية وادي التسديدة ولكن لسه الكاس والالمازات اللي موجودة في منتخبنا الوطني لسه التسديدات ولكن برشاقة الغزلان الكاس عدى وفات والتسديدة بجوار القائم الأيسر. تتلعب رمية التماس مرة تانية رودز بيضغط عليه يقطعها اسماعيل يوسف عايز يعمل مشوار ولكن في هذه الأثناء بتنطلق صافرة انتهاء أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين المنتخب المصري ومنتخب هولندا. مرة تانية محاولات كرة من أحمد الكاس حسام حط جسمه وبالروح القتالية لحسام عدى وقدامه رودس وممكن يعدي وعدى يا ولد وممكن هيقدم لنا ايه عايز يوسع لنفسه وبيوسع لنفسه تسديدة ولكن بيشيلها كومان ودي مرة تانية مجدي عبد الغني من 30 متر و 35 متر بيسدد مجدي ولكن سهلة في المتناول. ماركو فان باستن على طول ابعاد من مجدي ترقيصة حلوة من الكاس بيعدي وبيفوت وبيقدم احلى اداء وعايز يسدد وادي التسديدة ولكن لسه محاولات والتلات اربع تسديدات من الكاس ولكن لازالت بعيدة عن المرمى. مرة تانية ربيع ياسين تقدم وعمل الزيادة في الجبهة اليسرى ربيع بيعمل فنتات لكن قافل عليه فان ايرل يسلم جمال عبد الحميد تقدم وضغط عليه فرانك ريكارد ولكن بيرقص رئيسة حلوة وادي التانية يا عيني وادي الكرة العرضية وادي الكاس ممكن جول ولكن في اللحظة الأخيرة فان بروكلين هارد لك فرصة كبيرة جدا جدا وأداء عظيم وحركات ومهارات وإمدادات وتسديدات من أحمد إكاس ولكن بيتألق فان بروكلين وبيشيل هدف مؤكد لمنتخبنا الوطني. مرة تانية حسام ضغط عليه اللاعب جريم رودز ودي مرة تانية رمزي عدى رمزي والكرة العرضية خطيرة وادي الراسية ولكن على مرتين والفرص والهجمات والأمواج
الأمواج المصرية بيتألق فيها وبينقذ مرماه. فان بروكلين فرحة وسعادة في المدرجات، وحتى الآن فرص تهديفية مصرية، والنجوم الهولندية حتى الآن أصحاب الأسماء الرنانة مش موجودة في ملعب رينزو باريرا. ودي الكورة، كورة أحمد رمزي العرضية ورأسية جمال عبد الحميد على مرتين بروكلين، بيتألق ويزود عن مرماه ببسالة ويمنع فرصة محققة. تدخل من أحمد رمزي وإيميليو سيرينو، الحكم الأسباني بيشهر كارت أول، هيبقى من نصيب رمزي اللي بيقدم الدعم والمساندة دايما في الجبهة اليسرى. آدي تيجانا، إسماعيل يوسف، وآدي المزعج الخطير رود خوليت. ضربة حرة مباشرة لمصلحة منتخب هولندا، اللي حتى الآن منتخبنا المصري عامل مفاجأة كبيرة. ودي الكرة العرضية، ولكن على طول إبعاد وفي صفارة، وضربة حرة مباشرة لمصلحة منتخبنا. فان بروكلين من غير تحضير بدأ منتخب هولندا يعتمد على الكرات، ودي تدخل قوي وعنيف لمصلحة إبراهيم حسن. وشايف الحكم الأسباني إيميليو سيرينو، وأول الكروت للاعب البديل ويم كيف، اللاعب اللي حل بديلا مكان فانينبيرد. تدخل عنيف لمصلحة إبراهيم حسن، تعادل سلبي، وبنلعب في الدقيقة 56، وأول الكروت لويم كيف. هاني رمزي هيلعب الضربة الحرة، هيعتمد على الكرة المرسلة من الخلف للأمام، عمل محطة حلوة حسام، ودي كرة دبل باس، يقدر حسام، يقدر حسام، مش ممكن، فرصة كبيرة جدا جدا، كان يقدر حسام كبير الهدافين، إن هو بلمسة وغمزة يتقدم لمنتخبنا الوطني، ولكن ما قدرش يظبط نفسه وبيختل توازن حسام. كنترول حلو من هاني رمزي، ويعمل تمريرة عند إسماعيل يوسف في قلب الملعب، يضغط على إسماعيل وبيفقد الكرة. ودي ماركو فان باستن في مكان خطير، ودي ريكارد بتعدي، ودي كيفت، وجول وهدف أول، هدف أول لمصلحة منتخب هولندا عن طريق اللاعب البديل ويم كيفت. كرة ملهاش أي تلاتة لازمة علشان يقطعها منتخب هولندا، والأعلام الهولندية أخيرا تتنفس الصعداء. عدت فرانك ريكارد، وآدي بالقدم اليمنى يخطئها شوبير، علشان الدقيقة 58 مشاهدينا تعلن عن تقدم منتخب هولندا بطل أوروبا على منتخبنا المصري 1-0. ويم كيف يتقدم بأول أهداف اللقاء. مرة تانية رونالد كومان، تمريرة عند فان تيجلين، فان إيرل، رود خوليت، تمريرات ومحاولة لتجميع الأداء بأكبر عدد ممكن من التمريرات. أدي الكورة المتسقطة، بيعمل محطة طبعا الهداف الكبير ماركو فان باستن، ودي الكورة العرضية والأطوال، ودي ضربة راسية مرة تانية. يا ساتر يا ساتر، فرانك ريكر اللي بدأ يعمل الزيادة وبدأ يبقى خالي تماما من الرقابة. أدي الكرات القطرية، ودي الضربة الراسية من فرانك ريكارد، ولكن بجوار القائم الأيسر. هاني رمزي، هشام ياكن، ثنائي القلب الدفاعي. الكرة الأمامية، محطة حلوة من عادل عبد الرحمن وابراهيم حسن. ادي ابراهيم لعادل، تقدم عادل، اختل توازنه، ولكن يمرر لابراهيم، هيقدم لنا ايه؟ عمل ترقيصه حلوه ابراهيم، وادي العرضيه، وادي فرصه كبيره مش ممكن، فرصه من الماز مجدي طلبه، وهو على بعد 3 متر، الناس مش مصدقه.
كرة عدى وفات إبراهيم حسن وعمل كروس مفيش أجمل من كده، بيقلشها بغرابة شديدة مجدي طلبة لاعبنا المحترف في باوك اليوناني بكرة مش ممكن وفرصة كبيرة جدا جدا لمصلحة منتخبنا. مرة تانية هاني رمزي، أحمد إكاس بيوسع لنفسه، احمد بدانا نمسك كوره وبنحضر بشكل جيد، وبدا بطل اوروبا منتخب هولندا يتراجع في الثلث الاخير. تتلعب الضربه الحره، ماركو فان باستن بيسقط كوره لرود خليت، فاضل وحده تماما، وتسديده خطيره، فرصه كبيره جدا جدا. بدا رود خليت بيغير اتجاهاته وبيعمل الزيادة وبيتحرك في ظهر ربيع ياسين، ادي الكرة ورود خليت عمل كنترول وداخل ال 18 ولكن سددها بالقدم اليمنى تقلش الى خارج الملعب. هاني رمزي بيسلم هشام ياكن، دخلنا في الوقت الصعب، وادي الكرة الامامية، وادي حسام وفرصة كتيرة جدا، ويقع حسام وركل الجزاء، ركل الجزاء لمصلحة منتخبنا الوطني في الدقيقة 82، والأعلام المصرية بدأت تتحرك وبدأت تتفاعل، وأخيرا منتخبنا الوطني وحسام يهرب من رونالد كومان اللي يضطر ان هو يشد ويزق حسام علشان الحكم الأسباني لم يتردد في احتساب ركل الجزاء لمصلحة منتخبنا. مجدي عبد الغني هو اللي هيسدد ركلة الجزاء، وحوار بينه وبين فان بروكلين وكل الجماهير المصرية في حالة من الترقب. لقطات مهمة جدا جدا ولحظات للتاريخ ولقطات للأرشيف، ومجدي عبد الغني على بعد 11 متر مع فان بروكلين في لقطة للتاريخ. ربنا يوفق، ومجدي عبد الغني بيركز، مجدي وفان بروكلين بيحاول يلعب بالاعصاب. هنشوف ميني ماتش مجدي عبد الغني وفان بروكلين، وداخل مجدي وجول جول 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 جول، هدف اول وهدف مصري، والمصريون مشاهدينا يصيحون ويرتفعون بالأعلام، فرحة مصرية، التاريخ يسجل، ومجدي عبد الغني يحرك الشباك ويقدم الإمضاء الأول والحضور الأول لمنتخب الفراعنة علشان تصبح النتيجة التعادل الإيجابي 1-1. وفي هذه الأثناء مشاهدينا الكرام بيسدل الستار على التعادل الإيجابي في بداية المشوار لمنتخبنا الوطني في مونديال إيطاليا عام 90. اليوم فات بأجمل الذكريات، والتعادل الإيجابي 1-1 مع منتخب هولندا، وركلة بداية ولا في الأحلام، والمنتخب المصري مشاهدينا يصنع الحقيقة والحظوظ الجميلة في المونديال. هذه تحياتي أيمن الكاشف، إلى اللقاء.